لا تقنع بالقليل. دائما في هذا البرنامج نتحدث عن كيف نتعامل مع المال. اليوم نتحدث لا تقنع بالقليل، لأن الغاية ليست فقط أن نراقب أموالنا، لكن المطلوب أيضا أن ننمي هذه الأموال. فأسأل سؤال في بداية الحلقة، هل الغنى هو الأصل أم أنه الفقر؟ بعض الناس يعتقد أن كثرة المال تعني الجشع، البخل، أكل أموال الناس بالباطل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأغنياء كما خاطب الفقراء، وعلمنا جميعا كمسلمين أولا وللبشرية جمعاء أن نسعى نحو المال الحلال. وما نسمعه للأسف من بعض الناس حول التقلل من الدنيا أو كره الدنيا أو ذم الدنيا وترك المال، هذا شيء لا سند له ولا أصل في الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة جعلت من أركان الإسلام الزكاة، وجعلت الحج هذا من أركان الإسلام، وجعلت كثير من التعاليم تبنى على الصدقة للفقراء للمساكين، ثم جعل إعمار المساجد وإعمار الأرض، هذا كله يحتاج إلى المال، من يقوم بذلك سوى الغني؟ لذلك عندما نتحدث عن الإسلام وعن أمره بالغنى، فيجب أن نتنبأ أن الزكاة إنما شرعت لتدفع لا لأن تؤخذ، يعني ليس الفرض على المسلم أن يأخذ الزكاة، الفرض أن ينفق الزكاة، والفقير هو الذي يأخذ. لذلك عندما يأمر الإسلام بأن تزكي، يعني يأمرك أن تصبح غنيا، يأمرك أن تسعى كل عام أن تزداد أرباحك، لأن المال إذا كان في حالة نماء وجبت فيه الزكاة. إذن موضوع الغنى في الإسلام أمر أساس في هذه الشريعة. وهناك بعض الأحاديث التي لا تصح، مثلا يقولون لك أن النبي سئل أي أمتك شر، قال الأغنياء. هذا الحديث وعشرات من الأحاديث التي فيها ذم الدنيا وكره الدنيا لا أصل لها على الإطلاق، لأن الله عز وجل يقول في الآية الواضحة التي لا تقبل الشك، قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي آيات كثيرة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والدنيا الحسنة هي النعيم الذي يتمتع به المسلم على الوجه الحلال، وهو مطلوب. لذلك ليس من الإسلام أن تقنع بالقليل، بالمال القليل، يعني يجب أن تجد في العمل، يجب أن تكثر من الحصول على المال الحلال. أما هذا موضوع القناعة بالقليل ويكفيك من العمل القليل، هذا يعني أنك لن تكون من المزكين في المستقبل، وبالتالي ستكون أقل من أولئك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويتصدقون على الآخرين. إنك حين تقنع بالقليل تعطل ليس فقط فريضة زكاة، الصدقات وعمار الأرض كما قلت وبناء المساجد. عندما لا تعمل إلا بالقليل القليل ولا يكون عندك إلا فتات من هذا المال، فأنت تحرم الفقراء من هذا الجزء وتحرم أولادك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة على الناس. لذلك نفترض أن إنسان يعمل في مؤسسة مالية ضخمة، أتاحت لهذا الموظف فرصة دعم المشاريع بشكل مفتوح، قالوا له: خذ من هذا المال واستثمر، نحن لا نريد منك إلا 10% من الأرباح التي تحصل عليها. كيف تحكمون على عقله إذا فقط سحب من هذه الشركة مليون أو مليونين، ثم قدم مشروعا صغيرا متواضعا وأمام الملايين يقولون له: خذ من الملايين ما تشاء، فقط أعطنا 10% من الأرباح. الله عز وجل الرزاق العليم هو الذي وهبنا المال جميعا، وقال: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. سخر لنا الأرض، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لكي نعمل ونكسب المزيد من المال، ثم نؤدي صدقة هذا المال للفقراء والمساكين 2.5 أو 5% أو في حده الأقصى 10% إذا أردت أن تتصدق. لذلك يجب أن يتنبه المسلم إلى قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن هذه الدنيا إنما جعلت للإنسان المؤمن، للإنسان المسلم، ليصبح ثريا ويتنعم. أما ترى أن الإنسان الوحيد في العالم
الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من دون الأنبياء هو سيدنا عثمان، وذلك بفضل إنفاقه وجوده وكرمه ساعة العسرة. اليوم نحتاج إلى عشرات المنفقين أمثال عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبي بكر، عمر، ممن يتأسون بسيد السخاء النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يوصف أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كل هذا مدعاة إلى أن لا تقنع بالقليل، أن تسعى نحو الرزق الحلال، وهذا هو الشرط الوحيد، أن تملك كل المال لكن من وجه حلال. هنيئا لك وبارك الله في مالك وأهلك وعيالك. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.